السلام عليكم. في 27 من يوليو الماضي اختطف شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي على ذمة أحداث جامع الرئاسة. الاختطاف بحسب المصادر تم من قوات تابعة للمخلوع صالح، اقتحمت السجن المركزي بصنعاء واقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة. وجاءت عملية الإخفاء قبيل إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي لتحالف الانقلاب وعودة صالح للإمساك بزمام الأمور. مخاوف كثيرة ومطالبات بمعرفة مصير المختطفين وموقعهم والسماح بزيارتهم. تفسر العملية أنها عملية انتقالية من قبل صالح الذي لم يعد خافيا سلوكه الانتقامي تجاه ثورة فبراير وثوارها باعتبارها غريمه التقليدي الذي استطاعت هزيمته سياسيا وأخلاقيا، وهو الذي كان يتباهى بهزيمة الجميع كما يقول متابعون. الأحداث التي تشهدها البلاد تغطي على جرائم من هذا النوع، وهو ما ينبه له الكثير، خصوصا بالإشارة لدور المنظمات الإنسانية المطالبة للقيام بواجبها تجاه عملية الإخفاء التي تعرض لها الشباب. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إصدار أي بيان تجاه حالة الإخفاء الخطيرة للمعتقلين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وهنا نتساءل، أين دور المنظمات الإنسانية؟ وأين القضاء الذي يشرف على سجن تعرض للانتهاك بإخفاء 5 من داخله؟ وما علاقة إخفاء المعتقلين وتوقيته مع إعلان المجلس السياسي وعودة صالح للإمساك بزمام الأمور؟ ولماذا يصر المخلوع على ممارسة المزيد من الانتهاكات وتخريب كل شيء من أجل الانتقام من فبراير؟ حلقة المساء اليمني لهذه الليلة تتحدث عن مصير معتقلي الثورة والأهداف من اختطافهم، فدعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. على غفلة من الحرب، داهمت قوات موالية للمخلوع صالح مبنى السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، واختطفت 5 من شباب ثورة 11 من فبراير المسجونين بتهمة تفجير مسجد دار الرئاسة. إبراهيم الحمادي، محمد عمرو، عبد الله الطعامي، شعيب البعجري وغالب العيزري، 5 وذنبهم ثورة آمنوا بها ولم تؤمن بهم، وخمس سنوات انقضت منذ أودعوا السجن فلم تنتصر لهم الثورة ولا القانون. لقينا الصنوف وألوان التعذيب التي لم تخطر على بشر. في 27 من يوليو الماضي اختطفتهم قوة عسكرية ونقلتهم إلى جهة مجهولة. ففي لحظة تشهد فيها البلاد أحداثا دامية وصراعات سياسية وانتهاكات كبيرة، تأتي واقعة الاختطاف لتشير إلى القاتل الأول في البلاد. يقول متابعون للحادثة إن صالح ما إن عاد بالانقلاب حتى عاد للانتقام من ثورة الشباب السلمية ورموزها، الثورة التي توقف عندها صالح باعتبارها غريمه الأول الذي استطاع هزيمته، هو الذي تباهى كثيرا بهزيمة خصومه بأدوات ليس من بينها السياسة. شباب الثورة المعتقلون على ذمة تفجير جامع دار الرئاسة هم هدفه الأقرب إذن، وهو ما يحذر منه محامون وناشطون حقوقيون من مغبة تصفيتهم أو ممارسة انتهاكات بحقهم بعيدا عن القانون. وكانت منظمات عدة طالبت بالإفراج عن المعتقلين أو إجراء تحقيق شفاف ونزيه وفق إجراءات قانونية أو إطلاق سراحهم وتعويضهم ومحاسبة من تسببوا في سجنهم. ويقبع السجناء 5 منذ عام 2011 في سجون عدة آخرها السجن المركزي. إذا مشاهدينا الكرام، ينضم معنا هنا في الأستوديو الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي لمناقشة هذه الحلقة، وسينضم معنا آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير للمشاهدين. أستاذ محمد، أكيد تابعت الأحداث، قوى عسكرية تابعة للمخلوع تقتحم السجن المركزي على خلفية بعض الأحداث أو المشاكل التي حدثت في السجن المركزي، تختطف 5 من شباب الثورة وهم المتهمون بقضية تفجير جامع الصالح. كيف يمكن قراءة هذه الخطوة بناء على معطيات ما حدث أو معطيات اللحظة السياسية الراهنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين الأعزاء. أولا للتصحيح، المتهمين على ذمة قضية تفجير دار الرئاسة في جامع النهدين وليس جامع الصالح. نعم. في الحقيقة هذه واحدة من حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان منذ يعني لحظة القبض على هؤلاء الأشخاص.
الآن هؤلاء الذين تم اختطافهم من داخل السجن المركزي يعني في عملية قرصنة تنم أيضا عن عقلية عصابة تدار بها مؤسسات الدولة، مع أنه بالإمكان استدعاء هؤلاء وأخذهم بشكل رسمي، ولكن تأبى للأسف العديد من الأجهزة الأمنية التي ظلت طيلة الفترة الماضية تشتغل خارج إطار القانون وأحيانا بانتهاكات للقانون وللدستور اليمني، يتم اختطافهم على هذا النحو أو بهذه الطريقة. نتذكر هؤلاء الشباب أنه اختطفوا من بيوتهم ومن الطرقات في أعقاب ثورة فبراير على ذمة تفجير جامع النهدين. يعني هذه القضية التي لا تزال يكتنفها الغموض بشكل كبير حتى هذه اللحظة. تم إخفاء هؤلاء الشباب قسريا لمدة 8 أشهر تعرضوا خلالها للتعذيب الوحشي. يقول هؤلاء الشباب في رسائل سربت من سجنهم وأهاليهم، أيضا يقولون في إفادات لتقارير نشرتها منظمات حقوقية وتقارير صحفية أنهم تعرضوا للتعذيب في جهاز الأمن القومي، تعذيب وحشي، وبعد ذلك يعني تم نقلهم إلى الأمن السياسي، ومن الأمن السياسي أيضا نقلوا إلى السجن المركزي. وطيلة هذه الفترة رغم أنه تم تقديم ملف قضيتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، لكن حتى اللحظة لم يمثلوا أمام قاضي في المحكمة ولم توجه لهم التهمة بشكل رسمي. تعرضوا لانتهاكات لسلسلة من الانتهاكات، بدءا من القبض عليهم تعسفيا ثم إخفائهم قسريا وحرمانهم من أي اتصال بذويهم أو أسرهم طيلة تلك المدة، ثم تعرضوا أيضا للتعذيب الوحشي، وأيضا تم حرمانهم من أي محاكمة عادلة أو توجيه تهمة. نعم، وإنما استجوابات سرية. نعم، ومع ذلك طيلة هذه الفترة التي سيطرت فيها ميليشيات الانقلاب على زمام السلطة في البلاد، فشلت هذه الميليشيات وحلفائها في إدانة هؤلاء الشباب أو إعادة محاكمتهم يعني أمام القضاء. إذن للأسف الشديد هذه واحدة من الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان. لا أدري إن كان ثمة علاقة بينها وبين الوضع السياسي وتطورات الحالة السياسية في البلد، يعني بعد إعلان اتفاق ما بين الحوثيين وصالح على ما يسمى مجلس سياسي، رغم أن هناك مبالغة أعتقد في الحديث عن هذا المجلس أو هذه الخطوة. للأسف حتى أحيانا من طرف بعض القنوات المهمة يعني التي تغطي الشأن اليمني أيضا تحاول يعني إعطاء هذا الموضوع أكبر من حجمه، وهو مجرد زوبعة في فنجان. أعتقد قضية إعلان تشكيل مجلس سياسي في اليمن هو محاولة للاعتراف لهذه الميليشيات لأنفسهم بأنفسهم بعد أن فشلوا في الحصول على شرعنة من خلال مشاورات الكويت لشرعنة انقلابهم، أو محاولة انتزاع اعتراف من الأطراف السياسية الأخرى ومن الحكومة الشرعية بالوضع الانقلابي القائم في البلاد، فلجأوا إلى هذه الخطوة. لكن ربما أيضا هناك ترتيبات معينة تحاول السلطات الأمر الواقع في اليمن يعني اتخاذ هذه الخطوات في ربما في الأيام القادمة أو كذا، ومن بين هذه الخطوات ربما محاولة المقايضة على هؤلاء الشباب الذين لم يثبت أي إدانة بشأنهم. في الحقيقة المجتمع اليمني كله رهينة بيد هذه الميليشيات الانقلابية بما فيهم ربما الشباب الثورة، هؤلاء الذين يتم اعتقالهم منذ مدة طويلة دون محاكمة ودون أي إجراءات قانونية. ربما هناك محاولة للمقايضة عليهم، وبالتالي بدأت هذه الخطوة باختطافهم من السجن المركزي وتغييبهم إلى الآن. وأتذكر أيضا أنه كانت هناك بلاغات بالمناسبة وصلتنا في منظمة الكرامة عن حالات مشابهة، يتم اختطاف بعض الأشخاص من السجن المركزي في صنعاء خصوصا على قضايا ما يتعلق بالإرهاب بهذا الشكل، يعني يقتحم السجن ويقتادوا إلى جهة مجهولة وتأتي أسرهم للسؤال عنهم أو زيارتهم فلا تجدهم، يعني تصرف يعني عصابات وليس تصرف دولة. نعم، يفترض أن يكون هناك يعني تصرف ينسجم مع أسس القانون. ولكن يعني نعم، نحن الآن بلا دولة من أساسه. اسمح لنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي عبد الرحمن برمان، محامي قضية شباب الثورة سابقا، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن.
مساء النور. أستاذ عبد الرحمن هل تسمعني؟ نعم نعم، مساء النور لك ومساء الخير لمحمد الأحمدي وللمشاهدين الكرام. أنا لا أسمعك أستاذ عبد الرحمن، لا أدري هل إذن أستاذ عبد الرحمن يبدو يعني أنت تسمعني الآن. كيف يمكن بداية قراءة إخفاء خمسة من شباب الثورة، ثورة فبراير، من الناحية القانونية؟ حقيقة نحن فجعنا بهذا العمل الذي حدث، الذي أولا صدر قرار من المحكمة. بداية أود أن أؤكد بأن قرار المحكمة هو خرق للدستور، وخصوصا نص المادة 48 الفقرة د، والتي نصت على عدم جواز احتجاز الأشخاص في الأماكن الغير خاضعة لمصلحة السجون. ومن المعلوم أن جهاز الأمن السياسي يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية، والسجون التي تتبعها لا تتبع مصلحة السجون، وبذلك أي اعتقال في هذا المكان هو يعتبر جريمة ويعتبر مخالفة وخرق للدستور. ونحن نستغرب أن يحدث الخرق من قبل القاضي المكلف لمتابعة في الفصل في هذه القضية، وبذلك نحن في تخوفنا الشديد من استمرار المحاكمة في ظل هذه الظروف التي تمر بها اليمن، ويعني لا يوجد أي ضمانات للمحاكمة العادلة. ويكفي أن أنا أقول لكم أنه نحن كمحامون، يعني محامي في هذه القضية ثم زملائي في المؤسسة التي أديرها مؤسسة برمان للمحاماة، يتم إغلاق مؤسستنا الأسبوع الماضي قبيل اعتقال المحامي السجناء، وأصبحت المؤسسة مغلقة ولم يسمح للمحامون الدوام فيها، حتى ملفات القضية موجودة موجود داخل المكتب. وكيف يمكن أن يستطيع المحامون وهم يتعرضون لهذا الإيقاف، تقول مكاتبهم ولا يترك لهم حتى أثناء تواجدهم داخل المحكمة في ظل جو من الإرهاب والمظاهر المسلحة؟ اعتقد انه لا يوجد ادنى يمكن ان تسمى محاكمه عادله. نحن امام مسرحيه ولسنا امام محاكمه. المحامون جميعا تواصلت مع كثير من زملائنا المحامون، طلبت منهم ان يحضروا هذه الجلسات، لكنهم ابدوا خوفهم بتعرضهم للاعتقال او تعرض مكاتبهم للاغلاق او للتهديد وما اشبه ذلك. لم يبقى الا زميل او زميلين هم الذين حضروا هذه الجلسه او الجلستين الماضيتين. وبذلك جميع المحامين في صنعاء يمكن اكثر من 30 محامي حاولت معهم ان يحضروا هذه الجلسات، لكنهم يعني ابدوا تخوفهم من تعرضهم لاي انتهاكات، وهو فعلا ما حدث معنا. الان مؤسستنا اغرقت ولم يسمح لنا، يعني اصبحت الان اشبه مصادره تحت الحراسه، ومسلحين يحاصرونها ليلا ونهار، مفروض عليها حراسة. وجد هناك سيارتين مسلحتين تفرض الحراسة في شارع حدة في البرج الذي يقع فيه مؤسسة برمان للمحاماة والسيرة القانونية. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني ما الذي يجب على منظمات المجتمع المدني وروابط الهيئات المهتمة بملف المعتقلين إذا كان يعني المحامون كما تفضلت تخوفوا من إصدار أي بيان أو أي خطوة تجاه ما حدث؟ يعني لابد من البحث عنهم أو معرفة مصيرهم على الأقل بالنسبة لأهاليهم. هذه ألا يجب أن تتحول هذه القضية لقضية رأي عام دولي وليس فقط محلي؟ لا يصحني أسف شديد أن أقول هذه الكلمة، إنه مؤسسة المجتمع اليمني المدني في اليمن تلاشت وذابت ولم يعد لها أي صوت موجود. أولا بسبب الجمع الذي حدث مع الفكرة السابقة، وبسبب هروب وشتات كثير من نشطاء المجتمع المدني. لكننا اليوم نسمع صوت جديد وهي الروابط النسائية، وفي هذه القضية لم نجد إلا المرأة تقف في وجه هذا الاعتداء وفي وجه هذا الانتهاكات. أصبحت المرأة هي التي تخرج إلى الشارع، أصبحت المرأة هي التي تدافع عن المعتقلين. لدينا روابط خاصة كلها روابط، الروابط النسائية هي التي اليوم تعمل وتدافع عن المجتمع وتدافع عن السجناء، رابطة أمهات المعتقلين، حركة ثانية عيش، حركة نسائية، وحركة كفا، وحركة الصدق الطلابية، كلها حركات نسائية هي التي اليوم تخوض المعركة المدنية والمعركة السلمية ضد هذه الانتهاكات التي تحدث. نحن اليوم امام جريمه، انا اعتقد انه لم يثبت ان يحدث هذا، انه سجناء يحاكمون امام المحكمه ثم تاتي جماعه مسلحه او جهه امنيه او شبه تشكيله امنيه
يقطفوا من داخل السجن سكات تساعدهم الى هذه المعلومات. الى اليوم ترفض الجهات الامنيه يعني اخبار اهالي المعتقلين حول اماكن تواجدهم. نحن تاكدنا يعني او اخبار شكو مؤكده لانهم موجودين في الامن السياسي رغم ان الامن السياسي انكر وجودهم وانهم يتعرضون للتعذيب برغم من هذه تعتبر جريمه. لا يجوز لاي جهه حتى النيابه العامه لا يجوز ان تاخذ ان تجري اي تحديثات في مرحله المحاكمه. المحكمة التي يحق لها أن تجتمع يحق لها نعم. إذن أين دور هذه المحكمة أو أستاذ عبد الرحمن أين دور المحكمة أو دور القضاء يعني في هذه النقطة بالذات؟ ألا يعد هذا يعني تعدي صارخ على حقوق أو على يعني مسؤولية القضاء لحماية هؤلاء الأفراد الذين يقطنون في السجن المركزي الذي هو تحت مسؤوليتهم؟ يا أصدقائي الكريمة الشيء أنه اليوم نحن نمارس الآن دور القضاء في يعني حماية حقوق المتهمين. نحن اليوم نتحدث أن الإنهاك حدث من قبل القضاء. القضاء قرر مثلهم بحجة واهية أنهم رفضوا الحضور إلى المحكمة وحتى هذا غير مبرر. يعني إذا رفض السجين لا يجوز إحضاره بالقوة لا يجوز يعني. وإنما هو يبلغ يعني في موعد الجلسة وتحضر السيارة. إذا رفض هنا يعني ربما تكون له مطالب على المحكمة أن تستمع إليه. ما هي الأسباب التي دعت يرفض؟ هم لم يرفضوا الحضور ولكنهم تساءلوا فقط. كان مجرد تساؤل. كان أحد السجناء أجرى عملية جراحية في العين عملية الليزر وكان يجب عليه أن يخرج يعود إلى الأسنان. عملية العين خطيرة جدا أن يعود إلى المستشفى. فكلما جاء الموعد وطلب منهم وترجاهم قالوا له ما شفناه لا نستطيع ان نصل الى المستشفى ما شفناه. عندما اخبروا فؤاد الجسم تساءل قال كيف بكره الحمايه الامنيه تقول المحكمه؟ ولما طلبنا نروح للعلاج والدواء ما في حمايه امنيه يعني كيف هذا الكلام؟ طب مباشره على طول وكان هناك اعداد لهذا الامر ارسلوا مبكرا انه رفض السجناء شباب الثوره الحضور والمسؤول امام المحكمه. لذلك نحن من هذا المنظر من جناح الجيش هذا المنظمة الحر الذي يدافع عن المجتمع ومن صوت الإعلام الحر نطالب إيقاف هذه المحاكمة ونطالب المنظمات المدنية وندعو كل المحامين وكل النشطاء وكل الشرفاء والمنظمات الخارجية إلى الوقوف مع هؤلاء ومع أسرهم ومع كل المعتقلين من أجل الإفراج عنهم. 5 سنوات هم مظلومين، 5 سنوات هم يتجرؤون مع أسرهم الألم والمعاسي ولم يرتكبوا اي جرمهم فقط انهم خرجوا الى الساحات وطالبوا بحريتهم وطالبوا بحريه وطالبوا نعم. لكن استاذ عبد الرحمن نعم هل ستكتفون بهذا النداء؟ يعني شباب نعم. ثوره لم نستطع اخراجهم في سنتين لحكومه الوفاق التي يفترض انها اتت من قلب الثوره، هل يمكن الافراج عنهم والميليشيا هي من تتحكم بالامور في البلد؟ هل تكتفون فقط بالنداء ام هناك تحركات اخرى؟ نجد انه لابد ان تكون هناك تحركات من كل جانب. لدينا تحركات في يوميا المحامين يذهبون الى المحكمه وامس كانوا موجودين في المحكمه ولم يحضر القاضي يطالبوا بامر من القاضي بالسماح بالزياره ويسال القاضي الى اين ذهب السجناء لكنه لم يكن موجود يوم امس. ويعني يوجد هناك تحرك اعلامي، يوجد هناك تشكيل من مجموعات شبابيه لمناصره حول الشباب. نحن نقول انه هناك ظلم كبير مارس على الشباب، هناك تدليس امام المحكمه عندما رايت المرافعه التي قدمت امام قضيه سياسي ابتزاز سياسي ومحاوله استغلال هؤلاء الشباب كاداه من ادوات الابتزاز السياسي دون ان يكون هناك مراعاه للقيم الانسانيه واخلاقيات مهنه المحاماه التي هي مهنه الدفاع الحقيقه ومهنه الانتصار للمظلومين ومهنه الشرف. هذه المهنه التي يعتز ويفخر كل انسان ينتمي لها. اصبحت اليوم عندما ارى بعض الزملاء بهذا الابتذال وبهذه الوضعيه اشعر بالخجل واشعر يعني بالحزن والالم الشديد. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان المحامي في قضية شباب الثورة المعتقلين السابق، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد يعني استمعت إلى حديث الأستاذ عبد الرحمن، كيف يمكن أن تعلق على الطرح الذي طرحه خصوصا وهو يتحدث عن أن القضاء كسلطة هي شاركت في ما يحدث، كيف تقبل بحدوث مثل هذا الأمر؟ يعني في الحقيقة شكرا للأستاذ عبد الرحمن برمان ولجهوده الرائعة في الدفاع عن قضايا المعتقلين وقضايا حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام.
بما فيها قضية عفواً مختطفي شباب الثورة السلمية، له جهود مشكورة في هذا السياق وكثير من المحامين أيضاً الناشطين في هذا الجانب. لا أريد أن أعيد الحديث حول بعض التفاصيل التي أشار إليها، ولكن للأسف نظام العدالة في اليمن أصبح الآن مختل تماماً، مختطف ضمن أشياء كثيرة مختطفة في البلد، البلد برمته مختطف، رهينة بأيدي ميليشيات لا تستشعر أي مسؤولية أخلاقية أو قانونية أو سياسية تجاه المجتمع ومعاناته، وتفاصيل هذه المعاناة بما فيها تغييب العدالة والفرض أيضا حالة أحادية إجبارية في الواقع اليمني على الصعيد المدني والحقوقي، بحيث يعني يمكن أن يكون لمنظمات المجتمع المدني وللأصوات المدنية أي دور في يعني محاولة تقييم يعني الحالة اليمنية الحقوقية، أو محاولة أيضا انتقاد أو التحرك باتجاه مناصرة المظلومين والمنتهك حقوقهم. ولذلك نشاهد أنه كل مظاهر الحياة المدنية والسياسية تم عسكرتها، الجانب الحقوقي تم تغييبه في الواقع، نظام العدالة تم اختطافه ومحاولة التحكم به بشكل مختلف. إذن الوضع بالفعل الوضع يعني مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة. هنا يعني هذه الحالة تمثل صورة واحدة من المشهد العام في البلد، هذا المشهد الذي أصبح يعني بالفعل يدعو للإحباط، لكن أعتقد أنه مع النضال والاستمرار في مطالبة اليمنيين كلهم باستعادة الدولة وهيبة الدولة وسلطة القانون سنصل إلى نتيجة لإنهاء هذه الحالة الميليشياوية التي قوضت سلطة القانون ويعني غيبت نظام العدالة وفرضت واقعا إجباريا أحاديا. يعني تعمل بعض المنظمات الآن في اليمن مثلا التي يسمح لها بالعمل في إطار شروط الميليشيا فقط، هناك يعني منظمات أخرى تشتغل. ما هي هذه الشروط أستاذ عبد الرحمن؟ هو أن تكون يعني باتجاه إجباري واحد، هو الاتجاه الذي تختاره هذه الميليشيات والتي تفرضه على الواقع بشكل عام. يعني ناهيك أيضا عن وجود شبكة من المنظمات المدنية التي تمثل وجه الناعم للميليشيات أيضا وسياساتها، التي تحاول تلميع وجه هذه الميليشيات وأعمالها وتحكمها أو تدخلها في العمل القضائي ونظام العدالة وكذا. من المؤسف أن نستمع إلى شكاوى مريرة للمحامين اليوم كما أشار الأستاذ عبد الرحمن عن تعرضهم للمضايقات والمطاردات والاعتقال، ويعني بالفعل كان هناك بعض المحامين تعرضوا للاعتقال والاختطاف لعدة أيام بسبب أنهم يذهبون لمراكز الشرطة أو لأماكن لمقرات النيابة للحديث عن وضع معتقلين أو مختطفين أو للسؤال عنهم أو الاستفسار عن مصيرهم ومكان احتجازهم. طيب أستاذ محمد، يعني تحدث أيضا الأستاذ عبد الرحمن عن يعني احتمالية كبيرة لنقل هؤلاء المختطفين إلى الأمن السياسي، يعني فمثل هذا الأمر إلى ما يشير بالضبط؟ يعني هل يعني بالتأكيد أنت اطلعت على قصص اختطافهم في المرة الأولى وكيف تعرضوا للتعذيب، هل معنى ذلك عودتهم لسلسلة من التعذيب والتحقيقات المختلفة؟ ما المراد بهم بالضبط؟ يعني في الحقيقة مجرد اختطافهم بهذا الشكل ومحاولة إخفائهم قسريا مرة أخرى أو وضعهم في أولا سجون الأمن السياسي والأمن القومي كما أشار الأستاذ عبد الرحمن، هي ليست سجون قانونية أصلا يعني، وحتى لو اعتبروها مراكز احتجاز احتياطي، لكن للأسف الناس يقضون مراكز احتجاز الاحتياطي يعني معروف هي تكون في نظر النيابة لمدة محددة 24 ساعة ثم تمدد أيضا بأوامر من القضاء لمدد محددة، بينما يقضي المعتقلون أو المختطفون في هذه الأماكن أماكن الاحتجاز التابعة لجهازي الأمن القومي والسياسي لعدة أشهر وأحيانا لعدة سنوات بدون محاكمات، وأحيانا يتم محاكمتهم أمام الجزائية المتخصصة ثم يعودون مرة أخرى إلى أماكن الاحتجاز هذه التابعة لهذين الجهازين، وهذه مخالفة واضحة لأنه
السجون التابعة لهذين الجهازين ليست خاضعة لقانون تنظيم السجون التابع لوزارة الداخلية المعنية بتنفيذ هذا القانون، وبالتالي لا تخضع هذه السجون لإشراف النيابة العامة، ولا يمكن أيضا القيام بزيارات مفاجئة للإطلاع عن ظروف الاحتجاز وكذا. وبالتالي هناك إشكالية كبيرة أولا في إحالة المختطفين أو المحتجزين على ذمة قضايا في هذه السجون. ثانيا من المعلوم أيضا أن هذه السجون تمارس فيها أعمال التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين والمختطفين فيها، يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم كمتهمين، يمنع عنهم الزيارات وأحيانا لا يسمح بها إلا لفترات وجيزة وتكون بحضور ضباط، ويتم أحيانا تعريض الأهالي الذين يحضرون للزيارات إلى سوء المعاملة وإلى يعني ممارسات غير لائقة. يعني هناك ممارسات عديدة. أتذكر اليوم فقط أو أمس كان هناك يعني محاولة لزيارة لاثنين من الصحفيين المختطفين الذين أودعوا سجن الأمن السياسي، حسن عناب والصحفي آخر عصام بالغيث. حضرت أسرة أحدهم من الحديدة إلى صنعاء بعد الاتصالات مع ميليشيات الحوثيين ومع يعني بعض المسؤولين عن السجن، وتم يعني وعدهم بإمكانية الزيارة، وعندما وصلوا إلى صنعاء منعوا من زيارتهم وعادوا بالألم والحزن للأسف الشديد. إذن نتحدث سلسلة عن من الانتهاكات. نعم بالضبط، يعني ليس فقط على المسجون وإنما أيضا على عن وضع السجن بشكل عام. أيضا حتى مجرد إخفاء السجين أو المتهم يعني على ذمة قضية، إخفاؤه قسريا هو مؤشر واضح على احتمال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة. الإخفاء القسري بحد ذاته بحسب الاتفاقيات والمواثيق الدولية يعتبر جريمة تعذيب أيضا. نعم. إذن المخاوف قائمة من إمكانية تعرضهم للتعذيب. نعم أستاذ محمد، تنضم إلينا أيضا الناشطة الحقوقية أفرح حليم من ولاية تكساس. مساء الخير أستاذ أفرح. أستاذ أفرح، أيوة مساء الخير أستاذ أفراح. يعني وصف الأستاذ عبد الرحمن برمان وهو كان ضيفنا عبر الهاتف عملية اختطاف معتقلي الثورة بأنها كانت مفاجأة يعني غير سارة ومفجعة في آن واحد، كيف تعلقين على هذا الاختطاف أستاذ أفراح؟ فعلا يعني في غير هذه الظروف اللي تمر فيها البلاد، وأيضا مرور 6 سنوات تقريبا على سجنهم بدون اي يعني حكم قضائي او تهمه واضحه، كانت فعلا خط يعني حقوق الانسان والحقوق الدوليه وايضا الانسانيتهم، وايضا في ظل هذه الظروف نخشى يعني ان يكون اخفاءهم او اختطافهم بهذا الشكل المشبوه، ان تكون هناك يعني امور تدبر خلف الكواليس. يعني 6 سنوات في سجن ظلم وأيضا حرمانهم من الكثير من حقوقهم، الآن يتم قصفهم بطريقة مشبوهة، وأيضا حسب وصف أحد أهالي المعتقلين أنه كان في سجن المركز صباح يوم الأربعاء تقريبا 20 مدرعة يعني كانت موجودة لأخذهم لمكان مجهول. ففعلا يعني شيء خارق جدا لحقوق الإنسان وإهانة أيضا لجميع نشطاء حقوق الإنسان في اليمن وايضا في الخارج. نعم استاذ افرح، بحكم تواصلك مع بعض اهالي المعتقلين، يعني كيف يمكن ان تصفي حالتهم بعد هذا الاختطاف بعد وعدم معرفتهم اين مصير اهاليهم؟ كان حالاتهم النفسيه جدا جدا يعني سيئه. عندي تواصل مع احد افراد احد المعتقلين. نعم. يعني الياس واحباط وايضا يشعرون بخذلان الجميع لهم، يعني 6 سنوات وللآن يعني لم يتم أي حل أو عمل جدي وفعال لقضيتهم، والآن يتم إخفائهم بطريقة مشبوهة ولا أحد يتحرك، لا منظمات دولية لا نشطاء. يعني فعلا شيء محبط ومخذل بالنسبة لهم، وفعلا حالتهم النفسية سيئة جدا. يعني هل عرف أهاليهم بعض المعلومات عن مكان اقتيادهم أو المكان المحتجزين فيه؟ حاليا قطعيا لم يتم التأكد من مكان وجودهم، لكن هناك أقاويل بأنهم في الأمن السياسي. لكن اليوم تقريبا ذهبت أحد زوجات المعتقلين لتقديم ورقة لزيارة زوجها، تفاجأت برفض طلبها وأيضا برد
على سؤالها هل هم فعلا موجودين في الامن السياسي يتم الرد لا نعلم. وفي الايام السابقه يقال لهم نعم في الامن السياسي، لكن اليوم ظهرت للزياره وتم رفض زيارتها وايضا النفي بوجودهم. لذلك يعني فعلا نخشى ان يكون يعني وجودهم في الامن السياسي ورفض ايضا زياره اهاليهم انهم يتعرضون للتعذيب. ايضا الجدير بالذكر ان ظافر ابراهيم الحمادي المقلوعه من قبل 6 سنوات اثرت تعذيب الامن السياسي لا تزال الان. طيب ان يكون ايضا يعني طيب استاذه افراح، يعني ما تفسيرك لهذا التغير؟ يعني الحديث بدايه انهم نعم في السجن في الامن السياسي، ثم تغير الكلام او المعلومات وحجب المعلومات بهذا الشكل. اولا قد انا في نظري قد يكون التلاعب لتشتيت الراي العام والمنظمات الدوليه في حقيقه اين مكانهم وايضا حول القضيه. ثانيا لأخذ مدة ربما لإزالة أثر التعذيب التي قد تمارس فيهم يعني حاليا. معروف أن الأمن السياسي يعني في الأصل أصل غير قانوني، وأنه لا ينفذ أي قرار من قرارات المحكمة، وتم إنشاؤه تبع رئاسة الجمهورية. فأي يعني نتوقع من وجوده بالأمن السياسي ورفض أيضا زياراتهم والتلاعب في مكانهم يعني اقاويل انهم موجودين ومره اخرى غير موجودين. فاكيد يعني انه الان يمارس ضدهم تعذيب، وقد بشكل او اخر قد يتم تصفيتهم. نعم يعني إذا شكرا جزيلا لك يا أفراح ألك، حاليا الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من تكساس. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ أفراح هي متواصلة مع بعض الأهالي وحدثتنا بعض المعلومات، يعني أكثر من 20 مدرعة كما وصفت، التلاعب أيضا في مكان، يعني في التعريف بمكانهم. نعم هم هناك في الأمن السياسي ثم النكران، يعني هي تتحدث أيضا أن جراحهم أو أثار التعذيب التي مر بها بعضهم قبل 6 سنوات لم تبرأ حتى الآن، وهناك خشية لتعرضهم للتعذيب مرة أخرى. يعني طبعا أنا أريد أن أشير إلى أنه شكرا للأخت الناشطة أفراح، ولكن ربما يكون من المستبعد إعادة يعني ممارسة نوع من التعذيب مرة أخرى، لأنه يعني كان القصد من التعذيب هذا إن افترضنا أن هناك ضمير لدى المحققين، يعني ولا يسعون إلى الانتقام لمجرد الانتقام، لأنه التعذيب يكون في الغالب لانتزاع اعترافات من المتهمين. وهذا ما مضى 6 سنوات وتعرضوا للتعذيب حينها في بداية الاعتقال، ولا أظن أنهم توصلوا إلى نتائج معينة أو أدلة تدين هؤلاء. ولو كانوا توصلوا إلى أدلة كان ممكن أن يقدموا، خصوصا أن 3 منهم قد صدر الحكم ببراءتهم يعني ولم يخرجوا. نعم. مسألة أنه يعني إخفاء بعض يعني قضية إرسال هذا الكم الهائل من المدرعات للقبض على أشخاص هم أصلا في قبضة السلطات، يعني من المفارقات العجيبة عندما نشاهد أجهزة الدولة في اليمن. ما الذي يفسر هذا الارتباك؟ هل يمكن أن نقول أننا واقعين تحت سلطتين منفصلتين، الميليشيا والمخلوق؟ يعني هي أم أن هناك تواطؤ بينهما؟ ربما لا أستطيع أن أصف الوضع بشكل دقيق، من هو المسيطر على المشهد، هل هو النظام السابق أو الحوثيين أو كلاهما، لكن في نهاية المطاف شاهدنا أنه تم اختطاف مؤسسات الدولة أيا كان هذا الذي يقف وراء هذا الاختطاف، لكنه حصل ملشنة للدولة بشكل واضح. حتى مسألة الانقلاب في اليمن كان انقلاب بطابع ميليشياوي أكثر منه طابع معروف عسكري، انقلاب عسكري معروف يعلن عن إعلان دستوري مثلا ويسير في ضوء إجراءات معينة. يعني إذن الوضع مرتبك بشكل عام في اليمن، ولذلك كان هذا أكثر مدعاه للقلق يعني بالنسبة لليمنيين وللناشطين أيضا، وأيضا قلق لأحيانا يعمل على تعقيد مسألة توثيق الانتهاكات وإحالة هذا التوثيق إلى جهة محددة. لكن في كل الأحوال كل الأطراف الآن التي هي في السلطة متضامنة ومسؤولية مباشرة عن انتهاكات والأعمال
الخارجة عن القانون التي تمارسها، سواء في حق المعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز، سواء هؤلاء شباب الثورة أو غيرهم من المختطفين والمعتقلين السياسيين والصحفيين، هي تتحمل مسؤولية مباشرة عن كل الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها. طب أستاذ محمد، اسمحي لي فقط أن أضيف شيء مهم، أنه عندما نتحدث عن هذا الكم الهائل من المدرعات ترسل إلى مكان احتجاز لأشخاص تقبض عليهم يعني رغم أنهم تحت قبضتهم، يعني في الوقت الذي كانت هذه المدرعات غائبة عن أبسط عن حماية أبسط حقوق الناس، يعني مثل وهذا السؤال دائما أن أردده، يعني لماذا لا نشهد هذه المدرعات تقوم بحماية مصالح اليمنيين مثل آبار النفط أو خطوط الكهرباء أو غيرها، يعني فقط هي تستعرض لقمع المواطنين بهذا الشكل. المسألة الأخرى، عندما نتحدث عن يعني تغييب المعلومات أو محاولة يعني الإدلاء بمعلومات من طرف مسؤولي السجون متضاربة بشأن مكان احتجاز هؤلاء، هم في الحقيقة هذا التضارب قد يكون مقصود بحد ذاته ليصل التعذيب أو يعني أن يعيش أهالي هؤلاء المعتقلون أيضا حالة من التعذيب النفسي، لأنهم لا يعرفون أين أبنائهم محتجزين ولا مصيرهم، وبالتالي تعمد في يعني إيصال ألم التعذيب النفسي حتى لأسر هؤلاء المعتقلين والضحايا. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ ياسر رعيني، وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ ياسر. أستاذ ياسر، منذ 6 سنوات وزملائنا في الثورة ما زالوا قابعين في السجون واختطفوا في الآونة الأخيرة، ما هو الدور الذي يفترض أن تقوموا به كحكومة وكشباب كنتم في الثورة تشاركونهم المصير؟ شكرا جزيلا. يعني في البداية هؤلاء شباب الثورة الأطفال الذين تحملوا طوال هذه الفترة كل تلك المعاناة من اعتقال تعسفي لا يجرر له إطلاقا، إلا يعني نتيجة الإشكالات نتيجة لأننا للأسف الشديد في الفترة الماضية ما بعد 2011 لأن القوى السياسية قبلت بإعطاء الحصانة لعلي عبد الله صالح وإلقائه داخل المشهد السياسي وفي اليمن بشكل عام، ولذلك كانت تلك المعاناة. ما حدث في الآونة الأخيرة هو نتيجة في الحقيقة لما يحدث طوال الفترة الماضية، يعني انقلاب على الدولة، على العملية السياسية، التوافق على ثورة مضادة لثورة 2011، كل ما يمكن أن نصفه من جرائم وانتهاكات ضد الدولة، ضد الإنسانية، ضد حقوق الإنسان مارستها قوى الانقلاب، مارستها ميليشيا الفتي والمصلح صالح، والممارسات الأخيرة التي قامت بها ميليشيات الفتي وميليشيات علي عبد الله صالح في حق هؤلاء الأبطال ثورة 2011 هي أيضا يعني نحن حتى أن نصفها بأنها غير قانونية لا يوجد ما أي مبرر أو أي قانون أو أي لائحة تتعامل بها قوى الانقلاب، لكن الذي نحن نوجه رسالة إلى الجانب الدولي والمجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى المؤسسات الحقوقية التي لا تزال تشعر أو لا تزال تتعامل على أن هذه الميليشيات وأن أن صالح والفوتي ممكن أن يكونوا شركاء في أي عملية سياسية أو يمكن أن يرضخوا لأي حل سياسي، هم ينهوا كل ما يمكن أن يؤمن به الجانب الدولي أو أي أمل لإمكانية التعايش مع مثل هؤلاء الانقلابيين الحوثي وصالح. هذه جريمة من الجرائم التي يمارسونها في كل يوم في حق الشعب اليمني، إلا أنها تعد جريمة أيضا يعني كعملية انتقام، يعني وما سمعناه أن هنالك قاضي أمر بنقلهم من سجن الأمن المركزي مبدئيا إلى سجن الأمن السياسي ثم اختطفوا من سجن الأمن السياسي، هذه جريمة أيضا ووصمة عار في حق هذا الشبه. نعم، ما الذي يعني يفترض أن تقوموا به أستاذ ياسر تجاه هذه الجريمة؟ هل فقط يعني توجيه الرأي العام والمجتمع الدولي لما يحدث؟ ألا يفترض أن يكون هناك دور أقوى تجاه هؤلاء المختطفين؟ حتى
يعني نحن الدور الأقوى أن نتحرك جميعا لتحرير العاصمة صنعاء وتحرير هؤلاء المعتقلين من قبضة الميليشيات الحوثي وصالح الإنقلاب. الدور هذا الدور هو ما ينبغي أن تقوم به اليوم الدولة، يقوم به الجيش الوطني، المقاومة، التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. نحن اليوم معنيين بتحرير الدولة ومن هذه الميليشيات من ممارسة المزيد من الانتهاكات، ومنها ما حدث من اختطاف وتغيير لأبطال الثورة الشرعية الشعبية السلمية الذين اعتقلوا تعسفا طوال الفترة الماضية، وكانت هنالك متابعة كثيرة للإفراج عنهم، ثم بعد فترات طويلة من سجنهم بدون مبرر أو أي مسوى قانوني أحال الملف إلى القضاء لكي يستمر الاعتقال، لكن أيضا سعوا لتعطيل القضاء، سعى علي عبد الله المصري علي عبد الله صالح ومن معه لتعطيل دور القضاء في أن يبت في هذه القضية التي اتهموه فيها زورا، ثم بعد ذلك مر اليوم على هذه الممارسات. يعني للأسف الشديد نحن نتحدث عن عاصمة مشتلة يديرة كبيرها ميليشيات. نعم، ولكن يا أستاذ ياسر اسمح لي، يعني عند هذه النقطة العاصمة لها تقريبا سنة ونصف وهي بأيدي الميليشيا، وكانت قبل ذلك بيد حكومة الوفاق التي لم تقدم شيئا للأمانة لهؤلاء المعتقلين، يعني وأنت الآن تعول على يعني استعادة صنعاء، وهذا أمر أعلم أنا وتعلم أنت أيضا أنه ما زال في دهاليز المجتمع الدولي ولم يبت الأمر فيه بعد، ولكن يعني هل فقط ننتظر أن يعني تحرر صنعاء حتى نستطيع الاطمئنان على مصير هؤلاء الخمسة؟ لا يفترض أن يكون هناك ضغط حكومي على المجتمع الدولي أكبر على تشكيل فريق من المحامين للبحث عنهم، يعني أي تحركات أخرى جادة تشعر المواطنين أن لديهم على الأقل حكومة وإن كانت في الخارج؟ نعم، هو عزيزة، هو هذه الأدوار. نحن هنالك مكتب الأخ عبد الرحمن برمان والمحامين المعنيين بهذه القضية، نحن على تواصل يومي معهم وباستمرار لمتابعة هذه القضية وبشكل دائم، ثم أيضا الجانب الآخر تكلمنا نحن أيضا مع وفدنا لمشاورات الكويت لطرح هذا الموضوع على المبعوث الأممي، على سفراء الدول 18، على 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 الضغط على المجتمع الدولي للكشف عن هؤلاء الشباب. اكيد هذين الدورين يعني يتم متابعتهما بشكل كبير، لكن انا كما ذكرت لك يعني يعاني من اشكاليه اكبر، وهو ما يتعلق باستمرار احتلال عاصمه صنعاء من قبل هذه الميليشيات. والموضوع ليس بعيد، نحن اليوم امام عمليه سياسيه، نشعر ان يعني هنالك حقيقه يعني اليوم يؤمن بها المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي ان هذه الميليشيات الانقلابيه هي فقط تمارس المراوغه والكذب فيما يتعلق بعمليه الوصول للحل بناء على القرار الاممي في 2016، وبناء عليه يعني نحن نشاهد يعني نشاهد جميعا يعني ان هنالك تقدم للجيش الوطني والمقاومه، لا يمكن ان يستقر حال الوطن، لا يمكن ان يتحقق الامن والاستقرار في الوطن، لا يمكن ان تعاد الحقوق الى اهلها، لا يمكن ان ينصف المظلومين الا بتحرير العاصمه صنعاء وعوده الامور الى ما كانت عليه. عندما نتكلم ايضا في الفتره الماضيه انا كما ذكرت لك انه كان هنالك متابعات كبيره من قبل الحلف الشباب ثوره، نعم، ومن قبل الجهات المحامين وغيرهم بما يتعلق بالمعتقلين، تم اطلاق 22 من الشباب الذين كانوا لا يزالوا معتقلين مع هؤلاء الشباب الخمسه المتبقين، وكما ذكرت لك عندنا فعلنا لاطلاق ما تبقى منهم احالوا الملف الى القضاء، مع انه كان من المفترض ان لا يحال الى القضاء لان الاعتقال كان تعسفي عن طريق جهات امنيه ليس لها علاقه بالسجن بجهاز القضاء. نعم استاذ ياسر، لكن احالوا الملف الى القضاء لكي يستمر هذا الموضوع. نحن اليوم كما ذكرت هنالك ثلاثة ادوار وهنالك دور شعبي ايضا ومجتمعين من المعتقلين، ونحن كما شاهدنا خلال اليومين الماضيين ان هناك كانت وقفات احتجاجيه وضغط ينبغي صحيح يبقى. هذا ما نتمنى استاذ ياسر ان يظلوا في بالكم دائما وان لا ينسوا رفقاء الثورة. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر الرعيني وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. في أقل من دقيقة أستاذ محمد، لما لدي المزيد من الوقت، ما الذي يجب علينا عمله لأجل هؤلاء المعتقلين؟
يعني يجب أن يستمر التحرك والنضال للضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حقيقية واضحة. لم يعد ينقص المجتمع الدولي في الحقيقة معلومات أو بيانات حول الحالة الحقوقية والإنسانية في اليمن المزرية، لكن ينقصه فقط الإرادة الحقيقية لإنفاذ القانون والاستقلالية والابتعاد عن الهواجس، هواجس بعض الفاعلين الدوليين الذين يخلطون الأمور بشكل عجيب. أود فقط أن أعلق على بالإشادة إلى دور وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني الأستاذة حورية، مشهور على جهودها وحاولت. بالضبط، ولكن أيضا هنا فوجئت أيضا بمدى التغول. لكن أيضا حتى حكومة الوفاق يحسب لها أنها نأت بنفسها عن التدخل في قضية كانت حينها في أمام القضاء، رغم أنها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة المطعون في شرعية أساساً، لكن مع ذلك لا يحسب عتب عليهم عتب كبير. أن هناك يعني براءة لثلاثة منهم لم يستطيعوا إنفاذ الحكم على الأقل. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي، الصحفي والناشط الحقوقي. الشكر لكم ولمتابعتكم مشاهدينا الكرام. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني الجديد، كنوا برعاية الله وأمنه.